السلام عليكم أزي أزول فلاح وخوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اللي غادي نكلمكم الآن فيه موضوع له علاقة بالكأس الأمم الأفريقية، هذه كوب دافريقيا، وعلاقته بالميديا، علاقته بالإعلام العالمي، ولماذا مثلا لا تريد بعض الإذاعات في الجزائر أن يقوم الشعب بإلقاء شعارات ضد الحكومة وضد الدولة. Je vais vous expliquer la relation dans la médiatisation. La médiatisation du monde. بما أن الدولة لها وسائل إعلام ولا تتركها للشعب، ولا تترك للشعب ولا تقال فيها كلمة الحق، يعني أنها تابعة للدولة، هذا عادي. وفي الجزائر فماذا يوجد؟ يوجد مثلا 99% من الإذاعات خاضعة للدولة والمخابرات وغيرها. الآن نتكلم على شيء آخر اللي هو الشعب. ما لدى الشعب مثلا؟ يقولون مثلا في الإذاعات، آخر الإذاعة اللي كنت سمعت لها كانت تاع الشروق، بغيت أناليزي الهضرة تاعهم، قال لك الجزائر فيها حرية، دائما كان فيها حريات أكثر من الشعوب الأخرى. الجزائر يا أخي لم يكن فيها حرية حتى أن تقام فيها مظاهرات لمدة 20 سنة في الجزائر العاصمة. كيف تكون هذه الحرية؟ كيف تتكلم عن الحرية؟ أتعرف قيمة الحرية يا بني آدم؟ كمذيع، يعني مذيع حطك في هذا المكان. الشعب الذي يقول كلمة الحق ويخش السجون، هذه حرية؟ هذا موضوع ثاني. لكن نعود نرجع للميدياتيزاسيون، راحت لي فرنسي، هيا نتكلموا عليها. وما دورها مثلا إذا نظرنا إلى لاكوب دافريك؟ هذه لاكوب دافريك se fait dans un stade que le monde entier est en train de voir. كل العالم تحولت الأنظار ليه، لأن أوروبا، أمريكا، أفريقيا كلهم ينظروا للمقابلة هذه، الفاينل هذا، والجزائر إن شاء الله حتنتصر، تنتصر ثلاثة، مش عارف 3-0 3-1، لكن كل الأنظار متحولة للمكان هذا اللي هو الملعب، والملعب هذا فيه الشعب، يا إما جزائريين، يا سنغاليين، يا إما مصريين، إخوة مصريين، لكن فيه جزائريين، هذا المهم. وكي يرفعوا شعارات مدام مع الشعب ليس له إذاعات تتكلم عن حقوقه في الجزائر، فهذه هدية من الله كما أقول لك، أن الشعب يتكلم عن حقه ويظهر حقه للعالم، لأنهم هم حاولوا عن طريق الإذاعات تخميد، تنويم العالم على أساس لا الإذاعات لا تشير أن فيه مظاهرات من أسبوعين أو 3 للعالم، لكن هذه فرصة الشعب الجزائري مادام موجود في الملاعب يوري صورته، أنه لما تقوم مثلاً 10,000 ولا 5,000 إنسان ضد حكم أو ضد، وتوري شعارات ثورية سلمية ضد الحكام، يعني هذا يمثلوا الشعب، يمثلوا 40 مليون اللي هم في الجزائر، اللي صواتهم ممسكين مش مسموعة ومغيبة من طرف الحكومة ومن طرف الإذاعات ومن طرف كل النيوز ميك النيوز ميكر هذو لي جورناليست، هذو اللي تابعين خاضعين تاع كسارة وما يعرفوش يصونوا الأمانة اللي هي الجزائر ويكونوا مع الشعب. ما هذو صوتهم يسمع في الملاعب على أساس يكون هو إذاعتهم التي كما أقول لك منها يكون تذيع على المستوى العالمي أنهم رافضون
للعساكر، رافضون للحكومات المزورة الفاسدة الفاشلة ليست شرعية. هذا هو المقصود منها. وهما لا يريدون، يقولون ان لا لا مش لازم يعني الجزائريين يوروا مشاكلنا. نو، مشاكلنا انتم اسبابها، انتم اسبابها، فلماذا نعطيكم الشرعية؟ لا نعطيكم الشرعية، احنا بغينا نقلعوا من عندكم الشرعية. الشرعية ترجع للشعب. ما دام 6 شهور ما تسمحتوش للشعب وباقيين ك دي بيغات، وزات مانتونون دي بيغات، عصابات عصابات، انتوما الان تتعدوا استعمار، استعمار واقف في باقيين في المكان في الحكم، لانكم ما لكم شرعيه، لا شرعيه دستوريه ولا قانونيه ولا شعبيه، والشعب راه رافضكم، فلماذا يعطيكم الشرعيه في الملاعب العالميه وانتم كنتم تريدون تفريقته؟ لا، لازم تقوم شعارات، شعارات هما لا ميديتياسيون تاعنا في الملاعب العالميه اللي هو في القاهره. هذه هي باش انتوما يعرفكم العالم على حقيقتكم، وانكم هذاك تخفيض تاع الانترنت في الجزائر، وهذيك الطرق الخبيثه الخبيثه اللي كنت تعملوها الان تظهر كاذاعه، اذاعه عالميه في الجزائر، في الجزائر كانها، لكن هي موجوده في الصطاد، في الصطاد الشعبي يبان، ولما تيجي من الشعب يعني ما تقدرش الحكومات ولا اي انسان ولا الشعوب، شعوب ولي ناسيون يعرفوا ان فيه مشكله، مشكله انكم انتم طغاة، انكم فساد، انكم تريدون حكم الجزائر من غير شرع، من غير حق. هذه هي المقصود منها. الشعارات ترفع وترفع عالية، واتمنى ان شاء الله، ان شاء الله اللاعبون لا يقبلون ان شاء الله تسليم الكأس من طارق بن صالح للجزائر. الفيدرالية الافريقية هي اللي تسلم الكأس للجزائريين. هذا يكون مطلب، هذه يفولا بارتاجي، باش تكون شاهد عليهم، شاهد عليهم انهم لازم يرحلوا، وكي نقولوا يرحلوا يعني يرحلوا. هذه الفولا بارتاجي هكا باش يسمعها، يعني لا سمعوها لي جوار ولا لي سيبورتور ولا حاجه كي هكا، يفوكو توصل للاعبين، الى ستاف. الجزائر مش لازم تبقى لعبه في عصابة، عصابة وتظن إنها ذكية، ماهمش أذكياء. ذكاء 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 الإنسان اللي يصلح، الإنسان اللي يشتغل، الإنسان اللي يبغي بلاده، اللي يبغي يرفعها بين الأمم، مش اللي ينزلها يردمها تحت الأرض. هذه المقصود منها. أي، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وبركاته.